مرحبا بكم أصدقائي في حلقة جديدة على قناتكم، قناة مدونة علوم وتقنيات. أحبابي الكرام، في هذه الحلقة إن شاء الله هي مخصصة للمستخدمين الذين يقومون بإنشاء إعلانات على الفيسبوك، حيث نعلم أن إنشاء إعلان على الفيسبوك هو خطواته سهلة، لكن تحتاج فيه إلى الخبرة وتحتاج فيه إلى الاستهداف الجيد. في هذه الحلقة إن شاء الله سأعطيك طريقة رائعة تمكنك من الحصول على الكلمات المفتاحية التي تستهدف اهتمامات الجمهور من ناحية نوع الإعلان الذي تقوم بإنشائه. طبعا أي شخص يقوم بإنشاء إعلانات على الفيسبوك يفهم يعني ماذا أقصد، بمعنى أن هناك في الإعلان يعطيك فيسبوك خانة تقوم بوضع فيها الكلمات التي تريد أن تستهدف الجمهور، حتى يقوم الفيسبوك بإظهار إعلانك للجمهور أو الفئة التي تريد استهدافها. لذلك الطريقة التي تقدمها هي رائعة جدا وسهلة ومجانية. في العادة عندما نقوم بعمل إعلان على الفيسبوك ونقوم مثلا بالبحث عن الكلمات أو الاهتمامات أو الاقتراحات التي تستهدف الجمهور والتي تستهدف الإعلان الذي أريد أن أقوم به، فهي في الأغلب تظهر لكم هكذا في الصورة. انظروا، يعني هنا تعطيك خيارات محدودة، تظهر لكم يعني أعداد قليلة. وطبعا الطريقة التي سأشرحها لكم تقدم لك جميع الكلمات التي تريد استهدافها أو الجمهور الذي تريد استهدافه عبر كلمة محددة. تابع معي الطريقة. أول شيء إخواني الكرام، ندخل إلى منصة المطورين الخاصة بالفيسبوك، هنا حيث نقوم بإنشاء مثلا تطبيقات أو إنشاء مثلا ألعاب. طبعا أنت سأعطيك رابط وادخل له إن كنت يعني تفهم هذه المنصة فلا بأس، إن لم يعني لم يسبق لك التعامل معها من قبل تابع معي فقط الخطوات. نأتي إلى هذه المنصة كما ترون، سجل جميع الروابط في التدوين الخاصة بالفيديو. هنا إخواني الكرام نقوم بعمل Create Apps، نقوم بإنشاء تطبيق، يعني تابع معي الخطوات في الأخير ستفهم ما نقوم به. نقوم بعمل Create App، بعدها نختار هنا Business، ثم ننزل إلى أسفل ثم Next. هنا نعطي اسم لهذا التطبيق، أنا مثلا أكتبه Test، يعني أريد عمل فقط Test هكذا. وهنا اختر يعني الحساب الذي تعمل به او الذي تنشئ به، يعني حساب المطور الخاص بك. انا ساستعمل هذا، انت ربما تجد واحد فقط. المهم تابع معي الخطوات، ثم نضغط على كرييت اب. هنا يطلب منك يعني الباسورد، اضف له الباسورد الخاص بحسابك الفيسبوك حتى يتاكدوا من انك صاحب الحساب فقط. الان اخواني الكرام نذهب فوق هنا الى تول، ثم نذهب هنا الى الخيار الاول هكذا نضغط عليه. بعد إخواني الكرام هنا نبحث، انظروا يعني تظهر لكم صفحة هكذا، هنا نبحث عن التطبيق الذي قمنا بإنشائه هو تيست، نبحث هنا، هنا يعطيك جميع التطبيقات، هذا هو تيست. وهنا نضغط أيضا في الخيار الثاني، هنا في الخيار الثاني نضغط على Get User Access Token، نضغط عليها هكذا ثم نضغط Continue. الآن إخواني الكرام حصلنا على رابط التوكن الذي نحتاجه لاستخدامه الآن على ملف آخر. بالنسبة لهذا الكود إخواني الكرام فهو لديه مدة وينتهي صلاحيته. طبعا في الأول يعطوك يعني مدى صلاحية صغير جدا، يعني ربما أيام ثم ينتهي عمل هذا الكود. ما نقوم به إخواني الكرام نضغط هنا على هذا، هنا على هذه التأشيرة كما ترون أو علامة استفهام هكذا، ثم نضغط هنا Open Access Token Tool، يعني نضغط إليها هنا، ثم ننزل إلى أسفل ثم نضغط هنا Extender Access Token. بعدها إخواني الكرام يعطوك هذا الكود الجديد الذي سنحتاجه الآن في العمل. تذكر معي الخطوات وانظروا إلى متى ينتهي. الآن أحبابي الكرام سأعطيكم رابط آخر يأخذك مباشرة إلى جوجل شيت، وهو الذي سنعمل به. طبعا جوجل شيت هو أحد منتجات جوجل، يمكنك استخدامه بطريقة مجانية، فقط تحتاج إلى حساب جوجل جيميل على متصفحك. بعد أن تدخل إلى الرابط الذي سأقدمه لك سيعطوك يعطون تظهر لكم هكذا، أنت اضغط هنا نسخ make a copy، من الأفضل أن يكون باللغة الإنجليزية، في العربية ظهر لكم نسخ رابط لكن أفضله باللغة الإنجليزية، يعني الواجهة باللغة الإنجليزية. نضغط هنا make a copy هكذا، ثم تظهر لكم أحبابي الكرام هذه المنصة. نحن ما سنقوم بتعديله إخواني الكرام وهو التوكن. هنا كما ترون ننزل إلى أسفل تجدون هنا Create، نضغط عليها. هنا إخواني الكرام سنقوم في هذا المكان بالذات بعد الإشارة تساوي سنقوم بأخذ كود التوكن الخاص بنا وهو هذا، نقوم بنسخه إخواني الكرام كما ترون. نرجع إلى هنا،
نضعها بعد تساوي فقط هذه علامة الشطتين، إياك أن تحذفها، يجب أن تكون ما بين تساوي والشطتين. أين نضيف الكود؟ نضغط الآن، نقوم بعمل لصق ونضغط Enter. الآن نعود إلى الشيت الأول من هنا، ثم نضغط على Fitness. انظروا الآن إخواني الكرام ما حدث. هنا ستضع الكلمة التي تريد البحث عنها، وهنا يعطيك جميع الاقتراحات وجميع اهتمامات. لو أنك يعني أنت ما تحتاج الآن، الكلمات هي هذه التي ترونها، وهو يعطيها لك بالترتيب، يعني من الكلمات المستهدفة بكثرة ويبدأ بالنزول. هذا يعني عدد الأشخاص المهتمين بهذه الكلمة على منصة الفيسبوك طبعا. حتى تقوم مثلا بتغييرها، سأقوم بتغييرها مثلا إلى مثلا لو أنك تريد عمل إعلان على ألعاب أو شيء من القبيل، نضغط هنا جيم هكذا مثلا، ثم نضغط على مكان آخر فقط هكذا. انظر الآن ظهرت لي الخاصة بالجيم، الكلمات المفتاحية الخاصة بالجيم التي تستهدف الجمهور في هذه الكلمة على الفيسبوك. نكتب مثال آخر أيضا، ماني مثلا، ماني، نضغط انتر. وانظروا إلى كمية الاقتراحات التي يعطيها لك، ويعطيك حتى تفاصيل حول هذه الكلمات. حبايبي الكرام، كانت هذه هي الطريقة التي أردنا نشرحها معكم، هي طريقة رائعة وتساعدك في استكشاف أو الحصول على اهتمامات خاصة بجمهور الذي تريد استهدافه لإعلانك على الفيسبوك، طريقة تساعدك كثيرا. إلى هنا انتهينا من الحلقة، أرجو أن تنال هذه الحلقة إفادتكم، ونلتقي في درس آخر إن شاء الله.